مشاهدي نهارك سعيد، بنرجع لحضراتكم مره تانية ولسه مستمرين معاكم في فقراتنا النهارده في نهارك سعيد. والحقيقه ضيفنا النهارده في فقرتنا دلوقتي الاستاذ عماد الدين حسين، مدير تحرير الشروق. هنتكلم معاه عن الاحداث الجاريه اللي بيحصل. امبارح كان في مسيره للالترز، انتخابات الرئاسه، يعني كل الكلام اللي بيدور في بالنا وفي بالكم واكيد في بال كل المصريين. صباح الخير استاذ عماد. صباح الخير، اهلا بحضرتك معانا النهارده. نورنا يا استاذ عماد. وخليني ابتدي بمسيره امبارح، مسيره الالترس، اللي لازم بصراحه اعيد تاني ان انا بشكرهم، لان هم اولا كانوا محترمين جدا، كانوا منظمين جدا، التزموا بكل الحاجات اللي هم قالوها. يعني كان في شويه شماريخ وبتاع، بس يعني ممكن نعدي دي على جنب. بس في الاخر قالوا هنمشي 9، وفعلا الساعه 9 الدنيا بدات تهدى وبداوا يرجعوا لبيوتهم. يعني منظمين، وحاله التشويه اللي كانت بيحاولوا يعملوها على الالترس من خلال بعض القنوات، بعتقد انها يعني امبارح اثبتوا ان هم محترمين بجد. فحضرتك قول لي، شفت المسيره ازاي؟ انا شفت المسيره، انا اتاخرت 4 ساعات ارجع، اكتوبر كان واقف. ما عرفتش احصلهم بصراحه المسيره من الزحمه. لكن انا متفق في الجزء اللي هو الالتزام. يعني خلينا نتفق ان هو لو كل الناس التزمت بالقانون وعملت حاجات ومشت صح، المصريين للاسف الشديد في بعض الناس بيعملوا مظاهرات غلط فبيسيئوا مفهوم المظاهره. فيقول الحقوا، شفتوا قفلوا التحرير ووقفوا العجله الى اخر هذه المنظومه. فبالتالي لو الناس عرفت تنظم نفسها، جزء من الرقي والتحضر ان انا اعترض بحاجه محترمه. امشي في جزء معين، ما اوقفش كل الطريق. المطالب هناك مطالب عادله للالتراس، لان هناك اكثر من 75 شهيد من اصحابهم وزمايلهم واخواتهم استشهدوا. فالمطلب عادل ان هم بيطالبوا بالقصاص، وان يبقى في تحقيق حقيقي وتحقيق جدي. ده جوهر الموضوع. الشكل هو ان احنا نعمل طرق محترمه وراقيه ومنظمه في مساله الاحتجاج. ومفترض ان احنا اظن ان احد القوانين السريعه المطروحه على مجلس الشعب هو قانون ينظم مساله الاحتجاج الاجتماعيه. امتى تعترضي وامتى تتظاهري؟ وبتختاري السلطات، والسلطات دي مهمتها ان هي تؤمن هذه المظاهره. ما ينفعش نقول امنوا نفسكم، احنا انتوا في التحرير واحنا مروحين. مفيش بلد بتعمل ده. خدوا بالكم من بعض. يا حبايبي. لانه ده وصفه سحريه لكل البلطجه، وتحطي 5 6 من البلطجيه وتيجي تقول ميدان التحرير فيه بلطجيه. يعني هي مساله مركبه ومعقده. لو قدرنا نرتقي في فكره الاحتجاج وننظمها، ده جزء مهم جدا. الجزء الموضوعي بقى انه التقرير بتاع تقصي الحقائق اللي طلع من مبدئي بتاع مجلس الشعب، التقرير كان يعني صادم للبعض وغريب للبعض الاخر، لانه الناس انطلقت مبدئيا من وجود مؤامره كامله مرتبه من مما يسمى الفلول. بالطبع ما فيش واحد فل، يعني اذا جاز التعبير، هيروح عامل، هيكلم مثلا واحد يروح يقول له اقتل دول وهيسجل له شريط يقول له ان انا من الفلول وجاي ادي لك فلوس عشان تروح تقتلهم لان انا من الثوره المضاده. لا ما فيش كده والله. يعني انا كنت فاكره ان ده بيحصل في وثائق بيمدعوا. لكن المهم انه المفروض ان التحقيق السياسي والتقرير ان انا اقدر اربط الظواهر بينها من بعضها. يعني التقرير عمل مفاجاه بالناس كثيرة، ان هو القى مسؤوليه رئيسيه على جمهور المصري وهيئه الاستاد والنادي المصري، ان الناس دول كانوا يعني بحسن نيه او بسوء نيه، التقصير اللي حصل ده ادى الى هذه الكارثه. ازاي تربطي ده بالتطورات السياسيه؟ ازاي ان انا شرطه واقفه في نص الملعب والناس رايحين يقتلوا قدامي وانا لا اتحرك؟ ازاي اقفل الابواب؟ ايه تبرير قفل الابواب ولحمها؟ ايه تبرير قطع الكهرباء؟ دي كلها حاجات اظن التقرير النهائي، لان ما صدر كان هو تقرير مبدئي. التقرير الاول ومبدئي. التقرير النهائي يفترض ان يجيب عن الاسئله السياسيه المهمه دي. هل اللي حصل ده كان متعمد؟ هل مجرد ان هم سابوهم شويه عيال كده يتأدبوا شويه بعض كما شيع من البعض، ولا ده كان تخطيط مكتمل لجريمه كامله؟ في الغاز كتيره جدا، وفي حاجات يعني ما ينفعش الواحد يقولها لان هي مش لا ترقى الى المعلومات المؤكده. لكن في كل الاحوال ان هي كشفت عن كارثه حقيقيه احنا بنعيشها، حتى في فكره التفكير نفسه. بس كمان معلش يا استاذ عماد، خليني اقف هنا شويه. هو هل دور لجنه تقصي الحقائق انها تعمل ده؟ يعني بتهيألي ده دور الجهات القضائيه اكتر. لا، لكن التقصي الحقائق يلقي الضوء على حاجات سياسيه مش قضائيه. دور الجهات القضائيه ده شيء مهم. النيابه، اجهزه النيابه مهمتها ان هي تقدم لي فعل حقيقي والمحرضين. بالظبط. يعني انا سمحت بالامس، وده اتمنى انه يكون غير صحيح، ان في بعض الجهات التي ينبغي ان تساعد في التحقيق تقاعست. في ناس مفترض تمتلك معلومات وما قدمتهاش لدلوقتي.
لكن ده مهم جدا ان احنا نقول ما هو مسيره الالتراس امبارح هو هدفها ده. ان يا اخوانا يا جهات التحقيق ارجوكم ابذلوا جهد، انتوا بتبذلوا جهد بس كتروه اكتر عشان نكتشف مين الفاعل، مش عشان بس فكره القصاص للشهداء، عشان ما يتكررش تاني. بالظبط، وهو ده الخوف، وانه الحقيقه لما بنطلب تفعيل القانون مش بس بنطلب تفعيل القانون للانتقام او حتى عشان نرد حق الناس دي، انما كمان علشان نحاول ان احنا ما نكررش او الجريمه اللي حصلت دي ما تتكررش تاني. نتنقل لجزئيه تانيه استاذ عماد، وهي الحقيقه انتخابات الرئاسه زي ما بنقول كده السباق ابتدى، وفتح باب الترشح من 10 مارس وانتخابات من اخر مارس النهارده كان مكتوب في كل الجرايد. ايه راي حضرتك في انتخابات الرئاسه، وشايف انه الاسراع من وجود رئيس ده حقيقي هيفيد بلدنا ازاي؟ اكيد طبعا الاسراع، لو ان هناك رئيس منتخب نقدر نلاقيه بكره يبقى كويس، يبقى خير وبركه. لكن بما انه ده مش هيحدث، الضغوط كلها يعني ممكن تكتشفي احنا كان الجدول اللي ماشي انه اخر يونيو يكون تم اكتمال انتقال السلطه 30/6. وكان الفكره انه انتخابات هتكون في 15 يونيو، بحيث انه لو في اعاده بعدها باسبوع ثم يتسلم السلطه مباشره في 1/7. كل الضغوط اللي حصلت دي فرقت 15 يوم. المشروع اللي موجود دلوقتي هو انه فتح باب الترشح يوم 10 مارس، لكن ما تسرب حتى الان لا يوجد تحديد نهائي لفكره اجراء انتخابات، لكن احد المواعيد المقترح هو نهايه مايو. يعني من نهايه مايو ل 15/6 اسبوعين. لا هي فرقت كمان برضه، خلينا نقول الضغوط كانت من قبل كده لما كانت الانتخابات تعمل في 2013 طبعاً. فاحنا برضه نقول الضغوط اثرت. وعلينا يعني ان احنا نذكر ان ده لم يحدث الا بفعل مظاهرات محمد محمود وحاجات كتير، يعني مظاهرات الناس كتير هجمتها، ما كان يمكن للجداول الزمنيه ان تكون واضحه جدا ومقتربه الا بفعل الاحتجاجات الشعبيه السلميه مش العنيفه. نرجع لفكره الرئيس، وهو فكره الرئيس التوافقي. بعض الناس قالوا وربما لديهم وجهه نظر يقول لك ان كلمه رئيس توافقي اهانه للشعب في وجهات نظر بتقول كده، لكن هو ده مش صحيح. لانه هفترض انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه والاخوان مثلا توافقوا على اسم واحد، او الاخوان والوفد والتجمع، او اي مجموعه من الناس. طيب ما هو الرئيس ده احنا هنقول هنحطه تحت الانتخابات، يعني تحت الاقتراح الشعبي، ما هي الناس هي اللي هتقول او لا. يعني هي طالما ان احنا لدينا آلية ديمقراطية حقيقية وعدم ضغط على الناس ان هو انتخب ده وما تنتخبش ده، خلاص يعني. يعني هي فكرة الرئيس التوافقي استاذ عماد، حضرتك عايز تشرح للناس انه مش هو ده الرئيس اللي هيبقى موجود، انما الاخوان مع المجلس العسكري هيرشح حد، واذا او الشعب مع اي حد تاني يعني، واذا الشعب وافق عليه طبعا هيكون موجود. لانه طبعا في ناس، بعض الناس معتقدة انه فكرة الرئيس التوافقي ان هم اللي هيختاروا الرئيس ده، فبالتالي احنا كشعب مجبرين على اختيار هذا الرئيس. ما الذي سيجبر الشعب ان هو يروح يختار؟ يعني احنا على فكره بالمناسبه محتاجين رئيس توافقي. ما معنى كلمه رئيس توافقي في جوهره؟ ما معنى؟ انه واحد احنا عندنا مجموعه من القوى السياسيه الرئيسيه في مصر دلوقتي، في خريطه سياسيه جديده، عندك التيار الاسلامي او الاخوان والسلفيين والجماعات، عندك القوات المسلحه والمجلس الاعلى، عندك القوى السياسيه، عندك القوى الليبراليه. لو الاربعه دول اتفقوا على واحد ده احنا محتاجين ده، يبقى خير وبركه. لانه معناه انه مش هندخل في جدل البرلمان مسيطر عليه مين، والراجل ده تبع مين، والراجل ده كويس، والراجل احنا محتاجين واحد. يا ريت نتفق. ما فيش طبعا 100% من الشعب بيتفقوا على واحد، لكن بيبقى في الكتل الرئيسيه، ما يسمى التيار الرئيسي في المجتمع، متبني هذا الرجل او موافق عليه، هيبقى خير وبركه. يا ريت نعمل ده زي فكره الدستور التوافقي. مش احنا طول الوقت بنقول عايزين دستور يعكس التوافق المجتمعي؟ دي كلمه مش عيب. هو انا بعتقد يمكن التخوف اللي عند ناس كتيره بخصوص الرئيس تحديدا هو انه اللي هيقول عليه الاسلام السياسي هو اللي هيمشي، بمعنى انه ناس خايفه ان يتم استخدام الشعارات الدينيه مره اخرى في الرئيس، انه انتخب ده علشان ده اللي هيدخلنا الجنه، او انتخب ده علشان ده اللي هيبقى بيطبق شريعه واحكام الشريعه. فده التخوف الحقيقي من انه هنا يتعمل على ناس تاني تغييب، او مش عايز اقول تغييب بس يعني تزوير الاراده زي ما كانت بتسمى في الجرايد. هنفترض ان هذا اساسا تخوف مشروع وحقيقي لانه حصل في انتخابات مجلس الشعب. كيف نواجه ده؟ في طريقين، ان الناس اللي متخوفه من ده تروح تقول للشعب يا شعب يا محترم خد بالك ما تعملش كده. لكن انا بلجا الى هذا، هو الشعب بتاعنا مش هنعرف نغيره بشعب من استراليا وفي يوم وليله كمان. بالظبط، عايز تغيير الشعوب والحاجات دي وتغيير انماط التفكير والسلوك بيحتاج وقت،
وبيحتاج جهد وبيحتاج تضحيه. لا يكفي فقط ان انا اكتب على تويتر انه ده وحش عشان انه يتغير. فبالتالي الالتجاء اللجوء الى القاعده الشعبيه والاستفتاءات والانتخابات هي افضل وسيله ممكنه حتى هذه اللحظه في تاريخ الامم والشعوب عشان تعرفي ان ده كويس وده وحش. لا سبيل امامنا الا ان احنا الشعب يقول، وما سيوافق عليه الشعب علينا ان نحترمه ونتقبله. من يرى في ذلك خطر وخطا عليه ان ينزل للشعب ويقول له يا شعب غير ده مش كويس. طيب بس انا عايزه اقف هنا شويه، حضرتك قلت كده بشكل يعني ساخر شويه من فكره التويتر، ويمكن كنا بنتكلم في ده بره، هذا العالم الافتراضي اللي فيه فئه من المواطنين دلوقتي هقول ان هم الشباب وان هم ممكن انا لا باخد لا 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 انا لا القوى الثوريه لا 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 والله طب كملي لا بس فعليا لا هو ده واقع على فكره. انا من الناس اللي بحس وانا قاعده على تويتر انا في دنيا بروح فلاقي حاجه تانية خالص. فبقى عالم افتراضي عايشين فيه مجموعه من الاشخاص ومصدقين فيه جدا، وفي الاخر كل مره الناس تطلع على الارض الواقع بتكتشف انه ده مش حقيقي. في برضه في مستويين، في مستوى الاول ان هو تويتر ده شيء عظيم جدا واختراع عبقري لانه بدا يخلي الناس تعرف في نفس اللحظه حاجات كتيره مهمه، وبدا يبقى سلاح ضغط كبير جدا ان يا اخواننا يا سياسيين لن يكون هناك شيء سر بعد الان. هذا شيء ممتاز جدا وبيلفت نظر لحاجات كتيره جدا. لكن ان يعتقد البعض ان تويتر هو الحياه هي دي الكارثه. صحيح. انت بتقولي في تويتر على سبيل المثال انه خدوا بالكم التيار الظلام هيدمر الدنيا. طيب ما هذه الرساله اذا افترضنا صحتها المفروض تروح لجمهور متلقي عشان يقتنع بده. الجمهور المتلقي ما بيسمعهاش لانه ما بيستعملش تويتر. تويتر يعني اقصى اظن استعمال كم مليون يعني هم اللي هيبقوا 10% من الشعب. الاسلام السياسي خد في الانتخابات اكثر من 72%. هي دي الفكره، كيف يعني تصلين الى المواطن البسيط اللي بيروح يحط صوته في الصندوق. بالزبط. هي دي القضيه. يعني في يعني ما علينا ان احنا ما نخلطش الامور، ان نخلي ده التويتر ده حاجه زي الطليعه اللي بتنور الناس وبتغير شويه حاجات، لكن ما اقولش ان هو ده كل غير مؤثر في الاغلبيه. طبعا الاغلبيه بالزبط. بيأثر فيها حاجات تانية خالص. طيب استاذ عماد خلينا نتكلم كمان عن جزئيه تانية. الحقيقه وانه في لجنه بالفعل موجوده في مجلس الشعب، وهي اللجنه دي خاصه بالاعلام والثقافة. اللجنة دي قال ان هو هيتم التعديل بعض النقط يعني فيها، والحقيقة ناس كتير مش فاهمة يعني ازاي الحرية والعدالة ممكن هيشكلوا لجنة، او ازاي هيكون تفعيلهم للجنة زي لجنة الاعلام والثقافة. تفتكر هتبقى عاملة ازاي فيما يتعلق بالقانون الجديد يعني للاعلام، فيما يتعلق بوضع القانون يحكم الاعلام والثقافة في مصر؟ يعني في الشكل هذا حقه الطبيعي، بمعنى ان هو الحزب الذي يملك الاغلبيه في مجلس الشعب. مجلس الشعب فيه مجموعه كبيره جدا من اللجان، احدى هذه اللجان هي لجنه الثقافه والاعلام. لو ان هناك اي قانون مفترض يخرج عن مجلس الشعب بيمر على اللجنه المختصه اولا. طبعا في طرق العرض للقوانين او استحداث قوانين، اما ان الجهه المختصه مثلا التلفزيون او اتحاد الاذاعه والتلفزيون يقدم مشروع قانون، او نقابه من النقابات بتقدمه بيروح للجنه المختصه، اللجنه بتناقشه ثم يذهب الى اللجنه التشريعيه ثم يعرض على المجلس ككل ويصوت. هذا هو الطريق الطبيعي. فان يفكر حزب الحريه والعداله في تقديم مشروع للاعلام مثلا وتطويره او تحديثه حسب وجهه نظره فهذا حق طبيعي. ليه؟ بما انه عضو يعني. أيوة. ايه هي بقى وجهه نظره؟ هو ده اللي احنا عايزين وجهه نظره. انا اتوقع ممكن تبقى ايه وجهه نظره؟ يعني وجهه نظر الحريه والعداله مثلا في السياحه كانت انه تبقى السياحه، ليه ما تبقى السياحه اسلاميه وليه ما تبقى السياحه رياضيه، وان السياحه مش البلاجات ومش الشاطئيه. وقدام ده اظن حضرتك شايف ايه اللي بيحصل في السياحه دلوقتي، طبعا مش بسببهم ولكن بسبب حاجات كتير، انما لو دي وجهه النظر في السياحه فتفتكر وجهه النظر في الاعلام ممكن تبقى عامله ازاي، او في الثقافه ممكن تبقى عامله ازاي؟ هو انا لا طبعا لا استطيع ان اتحدث باسم حزب الحريه والعداله فيما يتعلق برؤيته. انا عارف رؤيته ممكن اخمنها. لكن الفكره هو على فكره بالمناسبه الواقع شيء مكان هم قالوا حاجات كتيره جدا. يعني المفروض الاخوان المسلمين متنورين جدا ومتقدمين جدا مقارنه بالسلفيين. السلفيين طبعًا. يسري حماد نفسه احد المتحدثين باسم حزب النور السلفي كان قال بوضوح ان احنا بنرحب بكل السياحه بما فيها السياحه الاسرائيليه، وكان ادلى بالتصريح ل اظن القناه الثانيه للتلفزيون الاسرائيلي. فبالتالي انك انت تتكلمي في الهواء كده قبل الانتخابات شيء، ولما اصطدموا الناس بالواقع كلهم طلعوا قالوا ان احنا نحترم كل الاتفاقات الدوليه، والمعنى الوحيد ان هو كان بديف. فبالتالي علينا ان نفرق بين ما يقال من تصريحات في الهواء وبين الواقع. لكن تصوره هو للاعلامي هيكون ايه؟ اكيد هو عنده تصور
يتفق مع رؤيته، رؤيته دي قد نختلف معها انا وحضرتك والاستاذ عايد. من الذي برضه هي دي القضيه. من الذي يحسم هذا ام ذاك؟ اولا يفترض التوافق العام واحساس الاخوان المسلمين والسلفيين ان الاغلبيه العدديه في مجلس الشعب قد تخول له قانونا ان يصدر ما يشاء من قوانين. لكنه عليه ان يراعي دائما انه مش وحده في الشارع، وانه لابد ان يراعي هذا التوافق وكل وجهات النظر. لانه بعد 4 سنين انا لما بطلع قانون انا ما بطلعوش عشان يقعد 4 سنين مده الدوره البرلمانيه زي فكره الدستور لحد كبير مع الفارق، لكن بعمل قانون المفروض يعيش فتره طويله جدا. فانا لو عملت قانون النهارده للاعلام حجبت الاعلام، طب ما بعد 4 سنين ممكن افقد هذه الاغلبيه في مجلس الشعب وياتي تيار ليبرالي على سبيل المثال ويزيل هذا الحجاب او يبرجه او يسفره او فالفكره مهم جدا انت رسالتك السياسيه ورؤيتك السياسيه ايه؟ لو الاخوان المسلمين راعوا المساله دي وانا تقدير انهم هيراعوها مش هيبقى في مشكله. طيب خلينا برضو نتكلم عن الحريه والعداله، وده مش استقصاد ولا حاجه، بس يعني هم الاكثريه، حزب الاكثريه، فيعني بالتبعيه تصريحاتهم كثيره وافعالهم كمان. عايز اتكلم على المقترح اللي اتقال بتشكيل حكومه ائتلافيه في الوقت اللي كان فيه كلام واضح وصريح انه احنا مش عايزين نشكل حكومه واحنا مش هنغير الحكومه والحكومه موجوده ومكمله وحكومه الدكتور كمال الجنزوري مكمله، فيطلع تصريحات اخرى وفيها تقسيمات للتركه وكذا تبع الاخوان وكذا تبع العسكري وكذا. وبعدين امبارح مجلس اعلى القوات المسلحه قال لا مفيش الكلام ده مش هيحصل. تصريح من قبل الحريه والعداله او من قبل جماعه الاخوان المسلمين بتشكيل حكومه ائتلافيه ده معناه ايه؟ ده دلالاته ايه سياسيا؟ تمام. لو حطينا السياق كله على بعضه، اولا بالقانون بالدستور اللي احنا بيحكمنا هو الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس. لا يستطيع مجلس الشعب ان يشكل حكومه. ماشي. الذي يستطيع ان يشكل حكومه هو المشير محمد حسين الطنطاوي باعتباره قائد يقوم مقام رئيس الجمهوريه. هو اللي يكلف، ده الدستور اللي بيحكمه. اللي حصل انه كان فيه هجوم شديد جدا. الفكره جت ازاي؟ مجلس الشعب وفي الراي العام بعد كارثه بورسعيد بدأوا يتخوفوا ان الحكومه الراهنه حكومه عاجزه ما بتشتغلش ما بتعملش، وبدأوا يقولوا للاخوان والناس اللي في البرلمان احنا انتخبناكم عشان تصلحوا لنا الاحوال. طب فين؟ فبدأوا يضغطوا عليهم. الضغط هذه هي روايه الاخوان المسلمين. بعدها طلع خيرت الشياطر نائب المرشد وتحدث في قناه الجزيره وقال ان احنا مستعدين لتشكيل حكومه. تشكيل لكن معناه ان هو في انتظار التكليف من المجلس الاعلى للقوات المسلحه، المجلس الاعلى ما بكلفش. الدكتور الجنزوري قيل انا كلمت الدكتور الجنزوري شخصيا يومها مباشره وقال لي لم يبلغني احد، وعرفنا من مصادر اخرى انه المجلس الاعلى للقوات المسلحه لا يريد الاخوان الان. الاوضاع السياسيه من وجهه نظر كثيرين لا تحتمل وجود الاخوان في اغلبيه في البرلمان ويشكل الحكومه. طبعا طلع يعني بين قوسين كده عك اعلامي كتير جدا وحاجات غريبه جدا، يقول لك خيرت الشاطر هيشكل الحكومه وحسن مالك وزير ماليه. هذا كلام تهريج. خيرت الشياطر لا يستطيع بالقانون ولا حسن مالك ان لا يشكل ولا يشارك فيه، لانه رجل كان عليه حكم في محكمه عسكريه وخرج بعفو صحي. لا يستطيع ان يتولى اي منصب لحد ما العفو فتره سجنه تنتهي على الورق، زي ايمن نور كده لا يستطيع ان يترشح طبقا للقانون لانه طلع عفو صحي والمحكمه لم تبرئه حتى هذه اللحظه. هذه حقائق الناس بتطلق احيانا اكاذيب او جهل وبتصدقوا بنقول. فالجزء السياسي بقى انه الاخوان المسلمين البعض قال انها لم تكن اعلان كامل عن الاستعداد لتشكيل حكومه، لكنها كانت قنبله دخان. ليه قنبله دخان؟ عشان القواعد بتاعته الشعبيه وبعض الناس اللي في مجلس الشعب، لانه في اعضاء وقفوا وقالوا لهم انتوا فين ما تشكلوا عشان يمتصوا غضب الشعب، عشان يقولوا احنا حاولنا والله بس المجلس العسكري هو اللي مش عايز. فدي تقريبا القصه. واظن يعني وبعض الظن ليس اثما انه ما فيش حكومه ائتلافيه حتى نهايه هذه اللحظه. الحقيقه انه كمان ناس كتير جدا متخوفه من فكره الانفلات الامني اللي حصل في البلد، وناس كتير جدا قلقانه من عدم وجود الامن حتى اللحظه الحاليه في البلد. حضرتك شايف انه عدم التواجد ده رغم كل الكوارث اللي عماله تحصل حلها ايه وهتتحل امتى؟ يعني وزير الداخليه راح مجلس الشعب اكتر من مره، اتكلمنا في القصه دي اكتر من مره، اكتر من حادثه، كل يوم حادثه بتحصل بصرف النظر عن مجزره بورسعيد واللي حصل فيها لحد النهارده لسه نتيجتها ما ظهرتش.
الامن هيرجع امتى تفتكر؟ او تفتكر ايه المشكله اللي مخليه انه الامن ما بيرجعش استاذ امين؟ نسالك سؤال على فكره يعني صعب جدا. هو انت سالتيني سؤال وزير الداخليه ما عرفش يجاوب عليه لدلوقتي. يا ريت طبعا ان احنا نعرف هم في فارق بين النوايا وبين الواقع. النوايا هم بيقولوا احنا عندنا استعداد ومستعدين وبنحب الشعب، لكن الواقع زي ما انت شايف وانا شايف ان مفيش، ان في ناس بتتقتل برصاصه في الدماغ في ميدان سفنكس يعني الساعه 7 الصبح. 7 الصبح او في معرفش بيقولوا قناص بيضرب على حد في نادي الزمالك واصاب بعض الناس وعصابات السطو على البنوك والصرافات والعربيات ففي حاله انا تقدير الشخص انا كنت كتبت حاجه زي كده انه ربما كان في مؤامره. يعني وزير الداخليه لما جه الجديد كان بدا يشتغل لحد ما شويه كويسين فيما يتعلق بالامن الجنائي، ودي وده شيء مهم جدا ان انا اوفر تخصصه كمان تخصصه. وانا يعني الداخليه مش عايز المفروض لا نستنزفها في فكره تامين مظاهره. انا عايز الداخليه تستنزف او تعمل جهدها الرئيسي في تامين الطرق، تامين الناس، تامين البيوت، تامين المنشات. هذه هي الوظيفه الرئيسيه للامن، حفظ الامن. كلمه امن ان انا اشعر وحضرتك بالامن في بيتنا طبعا، وان انا ماشي في الشارع. الشارع اللي كنا ممكن نمشي فيه الساعه 12 وبالليل واحدة بالليل و4 الفجر ماشيين محدش خايف، النهارده 10 بالليل لما الدنيا بتضلم الناس بتخاف بتروح بيوتها. قلنا 7 الصبح اهو الناس ماشيه. فبالتالي هي فكره انه ربما بعض الناس طرح السيناريو ان اتجاه جوه وزاره الداخليه لا يحب هذا الشغل اللي عمله الوزير فقرر الانقلاب عليه. فساب الحبل على الغارب مع شويه بلطجيه مع شويه ناس. مجمل الصوره تدي رساله للشعب، خدوا بالكم ان انتوا قد تندمونا، هتتحايلوا علينا عشان نرجع. ما احنا اتحايلنا على فكره من كام شهر، احنا اتحايلنا كتير فعليا يعني ما كانش وخلاص وبيه في ما يشبه الصلح والناس رجعت وشجعوهم وسقفنا ليهم، لكن رجع الامر انتكس في لغز ما مش مفهوم، محدش فاهم يعني الواحد مش هيقدر يخمن لانه مش عايز يظلم حد. لكن في النهايه سياسيا هذا وزر وجريمه تتحملها الحكومه ووزاره الداخليه والمجلس الاعلى. هم الثلاثه دول دي الاطراف الرئيسيه الحاكمه اللي هي المفروض توفر لنا الامن، يعني بغض النظر عن زي فكره جريمه بورسعيد. انا يعني مش هيشغلني مين اللي عملها، بس قدم لي حد اللي عمل، قدمه وحاكمه. لما كل مره نقول ان احنا مش عارفين والطرف الثالث، هذه كارثه من زاويه خطيره جدا. ان انا بقول لكل واحد اعمل جريمه وهتبقى الطرف الثالث، وهتبقى الطرف الثالث وحلني بقى. بعد 50 سنه في الكتب نقول والله الطرف، احنا حضرتك لحد دلوقتي مش عارفين من الذي احرق القاهره في 25 يناير 28 لا سنه 2001 زمان. لا يوجد طرف رئيسي حتى هذه اللحظه بيقول مين اللي حرق القاهره، ما فيش متهم رئيسي ولا حد اتحاكم لدلوقتي. وكان جت فتره كان الماس الكهربائي نجم في حياتنا، كان الماس الكهربائي عنصر اساسي في حياتنا في الحرائق. بس الماس الكهربائي كان بيصلح فيه لما انت عايزه تسرق حاجه قبل الجرد في قبل 1 يوليو، لكن في قبل يعني في الوقت ده مش ماشي. يعني صعب تقولي ان الماس الكهربائي هو اللي قتل الشهداء في يعني صحيح. طب خليني اسال حضرتك عشان بس نبقى متفقين مع الكلام اللي احنا بنقوله. حضرتك دلوقتي قلت ان انت مش عايز تستنزف الشرطه او الداخليه في تامين مظاهرات، بس كنا لسه في اول كلامنا بنقول انه مسؤوليه الدوله، وعايز ساعتها اعرف قصدك ايه بالدوله هنا، انها تامن مظاهرات. ما ينفعش اقول المتظاهرين انتم مع نفسكم وخلي بالكم. لا طبعا بعض. لا لا لا، انا عايز اعرف برضو هنا الفرق ايه عشان ما نبقى بنقول افكارنا مع بعض. تامين المظاهرات ده في الرقي بتاع الناس، لما الناس كل الناس يكتشفوا يعني ايه مظاهره. تمام. بس كمان الداخليه ليها دور ان في يعني طبعا تامين المظاهره، ان انا نازل اوصل رساله سياسيه لجهه معينه، لا نازل اشتبك مع الشرطه ولا مع جهه من الشعب ولا اكسر. بس هنا الداخليه عليها دور في ده كمان، انها تبقى متواجده يعني. يعني الاول الناس المتظاهرين نفسهم يبقى عارف رسالته. هذا جزء يعني انا عشان لا نظلم المساله في كل الاحوال نخليها على الشرطه بالظبط، على المتظاهرين ان هو يبقى مدرك ان هو رايح يتظاهر بيقول رساله سلميه محترمه، مش رايح لا رايح يرمي طوب ولا رايح يكسر منشاه. صحيح. الداخليه بتؤمن ده. يعني انت المنظر الشهير جدا في الشوارع البريطانيه على سبيل المثال، العسكري اللي هو لابس الجزء الاصفر ده فوقيه، في يعني تقريبا كل 100 متر عسكري، وفي صف كبير في ركن من الشارع ماشي والمواصلات ماشيه والعسكري ماشي وبيبتسموا لبعض. يعني المتظاهر ده لا ينظر لهذا الجندي ان هو عدوه. لا هو كمان عسكري او الشرطه اللي بتاعت الشوارع في بريطانيا وفي اوروبا هي بتبقى بتاعت معلومات اكتر، يعني معلوماتيه لو تايه لو محتاج حاجه لو بتاع، مش هم دول اللي بيجروا ورا الناس ويضربوهم بالنار بالزبط. يعني مش هم دول يعني الثانيه اسمهم شرطه مكافحه شغب بالظبط، دول حاجه ثانيه. فبالتالي انا قصدي ان هو في اللحظه اللي احنا نرتقي بيها ونصل الى ان احنا نعرف نعمل مظاهره صح، برضو الجهد الاساسي للشرطه مش هو استنزاف ده، لانه اللي كان بيحدث وهذا من ميراث حبيب العدلي ان في مظاهره كانت بتبقى 500 شخص
بتوع كفايه قدام 10000 جندي حوالي 10000 جندي او عن ايام مدلة زغلي او كلنا خالد سعيد قبل الثوره. فديتي احساس متضخم ان فيه معركه حربيه هتحدث. انا رسالتي الاساسيه لوزاره الداخليه حفظ الامن، وطبعا ده يتطلب ان احنا بنهيكل وزاره الداخليه وبيبقى رسالتها واضحه ويصل للمواطن البسيط ان هذه الوزاره هي فعلا في خدمه الشعب وفي خدمه القانون وفي خدمه النظام العام مش نظام الحكم. اذا حصل ده المتظاهرين نفسهم بيكونوا سلميين، مش هيلاقي نفسه بيشتبك مع الشرطه. طيب انتخابات الشورى والحقيقه انه الاقبال كان ضعيف جدا على انتخابات الشورى. انتخابات الشورى كانت في السر. تفسر ده بايه يا استاذ عماد؟ انا رحت انتخبت على فكره. والله انت واحده مستثنيه، انا الوحيده اللي في اللي اعرفهم رحت. كان حد جايب كده خبر عاجل، ضبط شخص يرتدي بنطلون اسود. ايوه تقريبا كنت انا على فكره، هو يطلب بصوته في احدى لجان اسمها عايده. ده افضل استفتاء على ان هذه الانتخابات يعني مش للاسف لا تحظى بالشرعيه الشعبيه. هي على مستوى القانون، وبرضه دي من الحاجات الغريبه جدا، لا نعلم لماذا تم وضع هذا الجزء بتاع مجلس الشورى في الاعلان الدستوري وفي المواد الاساسيه اللي احنا استفتينا عليها، لانه كان ممكن ان احنا نلغيها، بس عشان تلغى كان لازم محتاجه استفتاء جديد. لا استفتاء جديد ولا كان ممكن تتحط؟ ما في قوانين كتيره كانت طلعت الفتره، قيل يعني كل تقريبا معظم الناس اتفقوا انه كل ما كان في المواد الاساسيه اللي استفتى عليها الشعب التسع مواد الاولانيين مش 62 مش اللي هم الاعلان ايوه عشان تغيريهم، لان الشعب قال فيهم رايه فيستلزم ان انت تقولي الشعب يقول تاني هو اللي بيلغي. لكن يعني للاسف الشديد هذا يعني حيطه ولبسناها زي ما بيقولوا، وصرفت فلوس كتيره جدا وجهد ووقت كان ممكن تتوجهي انت محتاجه لكل مليم بالظبط. بس اما وقد ذهبنا فخلاص يعني لا حول ولا قوه. وللاسف الشديد هذه الانتخابات اللي هي قد كلنا بيقول ملهاش قيمه، هي ليها قيمه خطيره جدا، لان لجنه المية عشان كده والله والدستور على وعسى صوت حضرتك يفرق. والاهم كمان ان حتى رئيس الجمهوريه محب يترشح ان يبقى له حد ممثل في البرلمان، حد الناس الاعضاء مجلس الشعب اللي هم بيختاروه 30، وهيبقى لهم دور حتى يتم يعني القول الفصل في الدستور الجديد والمرجح انه يتم الغاء. وكان في كلام من الحريه والعداله ان هم فعليا بيفكروا، يعني تصريحات برضه ما نعرفش صحتها ايه، ان هم كانوا بيفكروا ان هو الغاء مجلس الشورى في الفتره اللي جايه. ما اعرفش هل ده هو لا يملك، هو الذي يملك الالغاء، هو على اعتبار ان هم يحطوا الدستور يعني ما اعتقدش ان هم اللي يحطوا الدستور، بس ولا ينبغي لحد ان هو يسمح لطرف واحد ان هم يحطوا دستور. الشعب يفترض ان يحط الدستور. تمام. ده يخليني برضه اسال، هقف تاني عند انتخابات مجلس الشورى، هل ما يصنفش ده يعني، ده طبعا انا بقوله ده كلام شعبي يعني، بس عدم ذهاب الناس او الاعداد الكافيه ده ما يسقطش من شرعيته، يعني ما يسقطش من شرعيته؟ يسقط شرعيته الشعبيه، لكن الشرعيه القانونيه يعني موجوده، مالهاش علاقه يعني بالنسب، يعني بيقولوا 6% و5% هو يعني كده. البرلمان احمد عز الله يعني مش عارف اقول ايه، اللي هو بتاع اكتوبر او نوفمبر 2010 اللي هو سبق الثوره بشهور، ما هو برلمان مزور جدا وواضح طبعا. بس على الورق عليه ختم النسر، عضو مجلس الشعب وبيدخل وبياخد حصانه وبيعمل قانون وبيطلعه، والمجالس المزوره هي دي اللي عملت قوانين الاحتكار وعملت قوانين ما زالت تحكمنا لحد هذه اللحظه. فهناك فارق كبير بين ان هو يعني مجرد من الشرعيه الشعبيه لكنه للاسف له شرعيه قانونيه. ختاما يعني، او يمكن المواضيع اللي بعتقد عايزين نتكلم فيها قبل ما نمشي، هو العصيان ودعوات العصيان اللي كانت يوم السبت اللي فات، والجامعات يمكن عملت فعلا 3 ايام وفي لغايه دلوقتي في شباب معتصمين داخل الجامعات، الدعوات والرعب اللي حصل والدعاء يعني الاعلام اللي كان ضد العصيان بشكل كبير في اكثر من نوع اعلام يعني، وانه قد ايه ده خراب للبلد وانه قد ايه ده مفيد، لا دي تجربه، ده حق سلمي، ده مش حق. يعني دخلنا كده في حوار وجدل كبير جدا على مدار الكام يوم اللي فات. حضرتك شايف تجربه العصيان بقى اذا كانت ايجابيه او سلبيه، حضرتك شايفها ازاي؟ الاول بس برضو انا كتبت حاجه في الشروق اسمها كلام في البديهيات. احنا عملنا الثوره عشان الناس يعني تتمتع بالحقوق والحريات والتعبير. ما ينفعش انا بعد الثوره اجي اقول له انت خاين لانك بتدعو الى اضراب او عصيان. هذا حقه الشرعي، حق ان انا اتظاهر او اضرب او احتج او اعتصم او ادعو الى عصيان مدني. لو انا دعيت لعصيان مدني والناس ما راحتش، خلاص شكرا انت مالكش شرعيه شعبيه، اركن على جنب. لكن انا لو دعيت لعصيان شعبي
والناس كلها ما راحتش، طب ما انا معناها كده هتحول لبطل شعبي. الناس كلها راحت قصدك؟ الناس كلها، لو الناس كلها استجابت. استجابت ما هو اللي حصل فيه من 25 يناير ل 11 فبراير حصل تقريبا عصيان. هو حسني مبارك كان هيمشي الا بان الشعب كله قاعد في ميدان التحرير؟ ما انت لو جبت القعده في ميدان التحرير من 25 يناير ل 11 فبراير اضراب طبقا للقانون مجرمه، ناس قافلين الطريق، بس الشعب كله نزل. فبالتالي عليا ان انا افرق بين الحق في الدعوه لاي شيء والمواءمات السياسيه، ان احنا البلد ما تتحملش، خلي الناس تدعو وتتمتع بحريتها الكامله والشعب يقرر. طبعا الواضح انه الشعب لم يعني لم يستجب. والفكره الاضراب، بعض الناس بيقولوا ان الشعب المصري نفسه ضد فكره العصيان لانه اساسا ما بيشتغلش، يعني انت راح تقول له ما تشتغلش هو ما بيشتغلش. طب هشتغل. طب انا يعني انتوا بتعطلون عن الحاجه اللي انا بعرف اعملها اللي عدم الشغل. لكن البعض الثاني من وجهه نظر المضربين بيقول ايه؟ بيقول ان دعوات العصيان دايما والاضراب هي دعوات طويله المدى، ان انت بتعملي ما يسمى بالنضال التراكمي. ان انت بتبني طوبه على طوبه على طوبه لحد ما بتوصلي، وده رهن بالداعين للاضراب هدفه ايه. في المقابل المفروض الحكومه بتقول والله يا اخوانا لا انا انتوا بتقولوا كذا كذا انا هعمل هصلح يعني انزع الاسباب اللي بتدعو الى الاضراب، وده الافضل ان احنا تبادر الحكومه وان هي المطالب الشرعيه الواضحه اللي بيجمع عليها الناس انها تتحقق وتنتهي المساله. يعني يا ريت تنتهي بقى المساله يا استاذ عماد بصراحه، واي مطالب من المطالب اللي بتطلب تتحقق، لانه افتكر ان كل الناس وكل المصريين بيسعوا الى الاستقرار. استاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريده الشروق، بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام، بنحاول يعني حاولنا نطرح لحضراتكم كل المواضيع، كل الكلام اللي بيدور في بالنا كلنا. بنشكركم على حسن المتابعه. خلصت حلقتنا، بكره حلقه جديده من نهارك سعيد وصباح الفل.